أطلع على شغلي بدري وأشوف بيتي وأشوف أولادي وأطلعهم على المدارس، لكن الآن طبعا فقدت كل هاي الأشياء. حتى كمان في مظهر الخارجي، مظهر الخارجي أنا يعني صراحة تحول 180 درجة. 2 3 1 2 3 look at me. ونحن مثلنا مثل كل أميات فلسطين، بنحب أولادنا يكونوا أفضل الناس، ويحب أولادنا يمارسوا حقوقهم بكل ما فيها. المرأة الفلسطينية أنا بعتبرها من أقوى نساء العالم، بقدر أسميها الأيرون وومن. ليه؟ لأنه المرأة الفلسطينية المعاناة اللي بتعانيها في الوضع الحالي ما حدا بيعاني، ولكن رغم هذه بنقدر نتكيف مع الظروف وبنقدر نعيش حياتنا، والحمد لله دايرين بالنا على أولادنا وعلى الوضع اللي نحن فيه رغم كل المعاناة اللي احنا بنعانيها. لكن هذا لا يعني أنه احنا ننترك بهيك وضع أو أن احنا نضلنا مثل هيك. احنا يا جماعة الخير بنفقد أبسط حقوق الحياة، لأن أنا كمرأة